كنا اتكلمنا على ضبط الشبكات، وقلنا ان الهدف من ضبط الشبكات عندي ان انا في عندي الارصاد اللي انا رصدتها، اللي هي في الحالة بتاعتنا في الشبكات المثلثات عبارة عن الزوايا بتاعة الشبكة كلها، اغلب الزوايا برصدها. طبعا بيبقى في ارصاد زيادة عندي عن الضروري عشان اقدر احقق اعمل التصحيحات بتاعتي بعد كده. الجزء اللي خاص بتصحيح الأرصاد ده ويحقق لي الشروط اللي هي الاشتراطات اللي احنا عرفناها، هو ده الهدف من عملية ضبط الشبكات. اللي احنا بنعمله عشان احقق الشروط بتاعتي، كانت الشروط دي خاصة كلها بالشكل بتاع الشبكة. طبعا احنا عارفين عناصر الشبكة اخدناها، المقياس الرسمي والموضع والاتجاه بتاعي، لكن انا دلوقتي بتكلم عن الجزء الخاص بالشكل اللي هي كل الاشتراطات سواء المثلثية او الضلعية او المحلية بتحقق لي بتضمن لي شكل الشبكة. عشان ارسم الشكل بتاع الشبكة بشكل صحيح ما يبقاش فيه تضاد ما بينهم، عشان الأرصاد الزيادة اللي موجودة عندي، الأرصاد الزيادة دي ممكن ما تخلينيش أرسم الشبكة بطريقة هندسية صحيحة، يبقى ليا أكتر من مسار في الرسم، وبالتالي برضه هيبقى ليا أكتر من مسار في الحسابات اللي أنا عايزاها، اللي هي إحداثيات إيه النقط، عشان تبقى هي دي النقط المرجعية اللي الناس هتستخدمها في المشاريع المختلفة. يبقى انا في الضبط الشكل للمثلثات عايزه اعمل تصحيح للزوايا اللي مرصوده دي بحيث تحقق لي الشروط اللي احنا نكتبها. طبعا الكلام ده احنا قلناه قبل كده عشان اقدر ارسم شكل هندسي صحيح. طيب وقلنا برضو قبل كده ان انا في عندي عموما طرق مختلفه عشان الضبط الشكل للشبكات المثلثات اللي عندي، منها اللي هو تقريبي اللي بيستعمل في شبكات الدرجه الرابعه بس، ومنها اللي هي الطرق الدقيقة اللي بتستعمل في الدرجات الأعلى من الدرجة الرابعة، بتستعمل في الدرجة الأولى والثانية والثالثة. الطرق التقريبية في منها طرق زي طريقة النقل المتساوي والتصحيح المتتالي، ودي هتخص الدرجة الرابعة مش هنستخدمها، مش هنتعامل معاها السنة دي. الطرق بقى الدقيقة اللي عندي في أكتر من طريقة، كلهم بيعتمدوا على إيه؟ بيعتمدوا على نظرية أقل مجموع لمربعات التصحيح. نظرية أقل مجموع لمربعات التصحيح، التصحيحات اللي موجودة عندي أنا، طبعا كل زاوية فرض لها قيمة تصحيح، فيه الزاوية الأولى فيه واحد، التانية فيه اتنين، وهكذا زي ما عملنا. مجموع بقى التصحيحات دي لما أربحها، كل مش مجموع التصحيحات، كل تصحيح أربعه وبعدين أجمعهم، العلامة دي معناها مجموع، يبقى كل تصحيح أربعه وبعدين أجمعه، المفروض إن قيم التصحيحات دي تبقى أقل ما يمكن. ودي طبعا مستنتجة من المنحنى بتاع التوزيع، إيه التوزيع التكراري زي ما خدته في الإحصاء في سنة تانية، يبقى أقل ما يمكن. ولو في أوزان، وهو ده الجزء اللي هنتكلم عليه النهاردة، يبقى كل تصحيح عندي بربعه وبضربه في الوزن بتاعه أو الوزن بتاع الرصدة بتاعه أو الوزن بتاع الزاوية بتاعه، وعين أجمع الكلام ده للتصحيحات كلها. برضو المجموع ده المفروض يبقى أقل ما يمكن، يبقى نظرية أقل مجموع لمربعات التصحيحات بتحقق لي الشرط ده، بتعتمد زي ما قلنا على المنحنى اللي بنسميه منحنى جاوس، لان هو اللي استنتج الكلام ده. الطرق بقى اللي بتستخدم النظريه دي والطريقه دي، طريقه المعادلات الشرطيه، وهي دي اللي احنا هنشتغل بيها، وطريقه معادلات الرصد، وطريقه التغيير في الاحداثيات. طريقه المعادلات الشرطيه بتسمى ساعات طريقه الروابط، عشان زي ما شفنا الاسبوع اللي فات بنستبدل التصحيحات بتاعتنا بروابط عشان احصل على عدد من المعادلات بيساوي عدد المجاهيل، وبعد كده استخدم الروابط في حساب التصحيحات. طبعا الناس اللي حضرت المره اللي فاتت هتبقى واخده بالها شويه من اللي بنقوله، لان ده قلناه قبل كده بالتفصيل. طريقه بقى المعادلات الشرطيه، وهي دي اللي احنا هنركز عليها، طريقه المعادلات الشرطيه هستعملها سواء انا عندي الارصاد الاوزان بتاعتها متساويه، او الارصاد اللي عندي الاوزان بتاعتها مختلفه. هي طبعا نفس الطريقة ونفس المسار، مجرد ان انا احذف التصحيحات، لا ده انا مش هحذفها، يعني احذفها انا احطها بزيرو، لا انا احط قيمتها بواحد، يعني كلهم متساويين. فأي حاجة احنا هنعملها النهاردة لو شلت فيها الوزن ده الواو ده وحطيت قيمته بواحد، قيمهم كلهم بواحد زي بعض، هتلاقي نفسك رجعت للمرة اللي فاتت المحاضرة اللي احنا بدأنا بيها علشان تبقى اسهل شوية، عشان كنا اول مرة نتعرف على الطريقة وترتيب الحل في جداول وكده.
عموما بقى لو انا هشتغل بطريقه المعادلات الشرطيه عشان اعمل ضبط للشبكات اللي عندي، ضبط للارصاد اللي عندي، بحيث اقدر ارسم شكل هندسي صحيح، في عندي مجموعه من الخطوات. اول خطوه هم تقريبا كده 9، يعني ملخصينهم في الخطوات دي اللي نعملها في اي حاله من الحالات. طبعا ده كله عمل مكتبي انا، خلاص العمل الحقل اللي انا نزلت ورصدت، قررت الرصد، استخدمت اجهزه دقيقه، شخص واحد اللي رصد او اشخاص كتير، رصدت كل زاويه عندي مره او عده مرات، ساعات رصدتها مره وساعات هي اكتر في زوايا تانية، كل ده خلاص العمل الحقل اللي عملته في الموقع. هاخد شغلي ده بقى واقعد في المكتب عشان نعمل ضبط الشبكات، الشبكه بتاعتي اللي احنا بنقوله ده. تبدا من اول ايه، من اول كل قيمه مرصوده اللي هي زاويه، يعني القيم المرصوده اللي عندنا اللي هي زوايا اللي احنا نتعامل معاها النهارده، كل قيمه مرصوده عندي يبقى ليها قيمه اكثر احتمالا. موضوع القيمة الأكثر احتمالا ده على أساس إيه؟ على أساس هيبدأ يدخل معانا موضوع الأوزان. على أساس إيه؟ على أساس وأنا بقيس الزاوية نفسها ما قستهاش مرة واحدة، أنا قستها مرة واتنين وتلاتة، طب وبعدين أخد أنهي فيهم؟ هعمل لهم متوسط وخلاص كده وانتهى الموضوع؟ لا، ده أنا هعمل لهم متوسط وأحسب الانحراف المعياري أو الخطأ المحتمل في المتوسط ده، عشان بعد كده أقدر أقارن ما بين الزوايا اللي أنا قستها من حيث انهي بثق فيها وفي رصدها اكتر من التانية. طب هساوي ما بينهم في الثقة وانا بحل وانا بعمل المعادلات بتاعتي واحل، ولا مش هساوي؟ هو ده اللي هنتكلم عليه. وبعدين الارصاد بتاعتي لو هي في بينها اختلافات زي كده، ازاي احسب الاوزان عشان ابدا ادخلها في شغل الشبكة اللي عندي. هما الخطوتين الاولانيين دول هما الجداد عندي، الباقي كله هتلاقيه عملناه الاسبوع اللي فات، الباقي ده كله مع ان انا هاجي في بعض الخطوات وانا بكتب المعادلات الشرطيه وانا بكتب بكون المعادلات الاصوليه، هلاقي موضوع الاوزان يدخل في الخطوتين دول، في الخطوتين 5 و6، لكن فيما عدا ذلك هم كل اللي احنا عملناه الاسبوع اللي فات هو اللي هنعمله الاسبوع ده. طيب موضوع القيمه الاكثر احتمالا، وبعدين احسب الاوزان، وبعدين اجهز عدد الشروط، وبعدين الخطوه الرابعه اكتب الشروط في صوره خطيه نهائيه تبقى جاهزه للحل عندي، وبعدين أرتب المعادلات الشرطية اللي عندي في صورة جدول، وبعدين أكون المعادلات الارتباطية الأصولية الارتباطية. الطريقة أصلا بتتسمى يا إما الطريقة الارتباطية يا إما طريقة المعادلات الشرطية، هي بتعتمد على معادلات الشرط نفسها مش معادلات الرصد اللي هي بتخص الأرصاد بتاعتي. وين أحل المعادلات الأصولية الارتباطية اللي بيبقى حلها سهل لأن عدد المعادلات فيها هيساوي عدد المجاهيل، واحسب قيمة الروابط اللي هي جواها، وبعد كده احسب عن طريقها قيم التصحيحات الخطوة 8، اخر خطوة احسب القيمة المصححة لكل زاوية موجودة عندي انا ايه رصدتها، وهو ده اللي انا عايز اوصل له في الاخر في الطريقة دي. نشوف اول حاجة ان انا عندي عايز احسب القيمة الاكثر احتمالا. يعني ايه القيمة الاكثر احتمالا للزوايا المرصودة؟ لو انا جيت ارصد زاوية ما فيش حاجة اسمها القيمة الصحيحة للزاوية، دي مش موجودة، ما حدش يقدر يوصل لها، يعني استحالة حد يقدر يحدد ان الزاوية دي قيمتها الصحيحة 100%. امال انا برصد ليه؟ انا بحاول ارصد بدقة من ناحية الجهاز اللي انا بستعمله يبقى فيه دقة عالية، من ناحية الظروف وانا شغالة الظروف كويسة، الظروف من ناحية الموقع وسهولة التعامل فيه، ومن ناحية الحرارة والرطوبة، ومن ناحية أشعة الشمس لأن ممكن تأثر على الجهاز اللي أنا شغالة بيه لأن برصد على مسافات كبيرة بالتدوليت كان في الطريقة دي، يبقى أنا وارد إن يبقى فيه أخطاء. ده غير طبعا الشخص اللي بيرصد طبعا مهارته خبرته، يبقى في وارد ان يبقى في اخطاء، مفيش حاجه اسمها رصده سليمه 100%. بنعمل حاجات كتير منها زياده الارصاد زي ما قلنا عشان احاول اتلاشى الاخطاء دي. ففي الاخر ما اقدرش اقول ان قيمه الزاويه اللي اترصدت كذا وخلاص، لا، انا اقول القيمه الاكثر احتمالا للزاويه هي كذا. كذا دي عباره عن ايه؟ عباره عن متوسط. يعني فرضا زي ما هنحل مثال دلوقتي كده صغير، فرضا ان انا قست الزاويه 4 مرات اعمل لهم متوسط. طب وهكتفي بس بالمتوسط ده؟ لا، المتوسط ده مضاف اليه او مطروح منه، يعني زائد او ناقص
خطأ محتمل في هذا المتوسط، يعني حتى المتوسط ده هو مش أكيد ده النهائي، لا ده وارد إنه يزيد شوية أو ينقص شوية. طب يزيد شوية بمقدار قد إيه أو ينقص شوية بمقدار قد إيه؟ بمقدار خطأ محتمل في المتوسط ده هنحسبه. هي المعادلة دي المفروض تتكتب المتوسط زائد أو ناقص معيار من معايير دقة الأرصاد، لأن في معايير كتير لدقة الأرصاد، في معايير كتير بتشاور لي الأرصاد دي دقيقة، بتبين لي يعني الأرصاد دي دقيقة ولا أقل دقة لما أقارنهم ببعض. المتوسط نفسه هو متوسط حسابي ولا متوسط موزون؟ طبعا الكلام ده أخدته في الإحصاء، فمفروض إن هو مفهوم. المتوسط الحسابي إن لو أنا عندي أرصاد، مجموع الأرصاد على عددهم، يعني أنا رصدت الزاوية 4 مرات، أجمع القيمة بتاع ال4 مرات دول على عددهم اللي هم الأربعة بس. طب لو في متوسط موزون، موزون يعني إيه؟ يعني أنا رصدتها أول مرة بثق فيها بمقدار 1، والمرة التانية بثق فيها أكتر بمقدار 2، المرة التالتة وثقت فيها أكتر بمقدار 3، وأنا بعمل لهم متوسط ما جمعهمش وأقسمهم على 3، لا كل واحدة القيمة الأولى أضربها في وزنها زائد القيمة التانية أضربها في وزنها زائد القيمة التالتة أضربها في وزنها وأقسم على مجموع أوزانهم مش عددهم. هو ده المتوسط الموزون، برضو أخدته قبل كده، مجموع حاصل ضرب كل رصدة في وزنها على موجوع مجموع الأوزان اللي موجودة عندي. طبعا وزنها ده بيجي منين؟ بيجي من دقة الجهاز لو أنا غيرته، بيجي من الظروف الطبيعية وقت الرصد لو هي اتغيرت، بيجي من الشخص نفسه لو هو اتغير، ممكن بيجي كمان من عدد مرات التكرار زي ما هنشوف. موضوع الوزن تعريفه ايه؟ طيب عشان احنا قلناه كتير، هو مقدار الثقة النسبي في نتائج الأرصاد. يعني لما أقول الرصدة دي الوزن بتاعها 1، الرصدة دي الوزن بتاعها نص، يبقى بثق في مين أكتر؟ بثق في اللي وزنها 1، يبقى اللي وزنها 1 دي خطأها أقل، يبقى الوزن والخطأ عكس بعض، اللي وزنها عالي يعني بثق فيها اكتر يبقى الخطأ فيها اقل. طب الوزن ده زي ما قلنا هيتوقف على شخص اللي بيرصد، خبرته، الجهاز اللي بستخدمه ودقته، الظروف الطبيعية اللي موجودة وقت الرصد، وعدد مرات التكرار كمان بتاع الرصد اللي عندي. طب لو خدنا كده مثال صغير على اخر حاجة، اخر حاجة اللي هي عدد مرات التكرار ده، دي ابسط بقى حاجة، عدد مرات التكرار. لو انا عندي قيمه زاويه من الزوايا اللي موجوده ورصدتها، اللي رصدها 9 مرات، وطبعا احنا عايزين دقه عاليه، فاللي رصدها كانت دايما في الدقائق والدرجات والدقائق زي بعض، 78 و42، 78 و42 ما فيش فيها مشاكل، الاختلاف كله كان في الثواني. تمام، عايزين القيمة الأكثر احتمالا لزاوية زي كده. أنا بس اللي غيرته إن أنا رصدتها أكتر من مرة، وفي كل مرة كانش بيطلع نفس الرقم من ناحية الثواني، فأنا ممكن أركن دلوقتي الدرجات والدقايق وأعتبرهم الرقم ده أكيد معايا، لأني مهما أعمل متوسط هو زي ما هو، اللي هيتغير مين؟ الثواني. فهجيب المتوسط بقى اللي عندي اللي هو الحسابي، لأن أنا نفس الشخص نفس الجهاز في نفس المكان رصدت 9 مرات، فبقيت العوامل ثابتة، مفيش في حاجة اتغيرت، اللي اتغير بس عدد المرات، يبقى أنا هشتغل متوسط حسابي. المتوسط الحسابي مجموع الثواني اللي عندي هتجمعهم كلهم على عددهم اللي هو 9، يديني 20 ثانية. يبقى المتوسط بتاع الزاوية دي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن 78 درجة و42 دقيقة و20 ثانية. مش هاخد المتوسط ده واشتغل بيه وانا بظبط الشبكات، انا هاخد القيمة الاكثر احتمالا، يعني عايزة احسب القيمة الاكثر احتمالا. القيمة الاكثر احتمالا يعني عايزة معيار من دكتور، معايير دقة الارصاد. اي في حد عايز يتكلم؟ ايوه، هو التكرار ده يا دكتور، يعني هو بيفك الجهاز مثلا، بيظبط افقيه من الاول والكلام ده ويقيس تاني، ولا بيغير يعني على مدار اليوم مثلا؟ وممكن وهو في نفس مكانه حتى يعمل توجيه مرة تانية، يعني أنا مش عشان أرصد زاوية أفقية وعندي التوديليت وبقيس على الدايرة بتاع الأفقية بوجه على الاتجاه الأول واخد قراية، وبعدين أوجه على الاتجاه التاني واخد قراية، وأطرحهم من بعض أخد قراية على الدايرة الأفقية، ولما أطرحهم من بعض تديني قيمة الزاوية. مجرد إن هو يكرر الحكاية دي، يوجه على الاتجاه الأول والتاني وياخد قرايتين مختلفين ويطرحهم من بعض يجيب الزاوية،
ويرجع تاني يكرر نفس الحكاية، يرجع من اتجاه التاني يوجه على الأولاني وياخد قراية. وفي طرق كمان للتكرار، زي انت أخدتها تقريبا في المساحة في تانية، القياس على أقواس وتملن عشان تكرر قياس الزاوية، صح؟ حتى لو أنا خدتها في نفس الوقت أو خدتها في أوقات مختلفة، بس خلال نفس اليوم، بحيث ما يدخلش معايا عوامل تانية، ما يدخلش معايا عوامل تانية تأثر على الثقة. تمام تمام يا باشمهندس؟ تمام شكرا. تمام. الجزء ده زي ما بنقول احنا جبنا القيمة المتوسطة للزاوية لحد دلوقتي، وناقص لنا ان انا عشان اعبر عن القيمة الاكثر احتمالا اللي اخدها تدخل معايا في تصحيح الشبكة، ناقص لي معيار من معايير دقة الارصاد. معايير دقة الارصاد منها الانحراف المعياري اللي هو ستاندرد ديفيجن، اللي هو كنت بسموه سيجما، او ساعات بيتسمى الخطأ التربيعي المتوسط، او الخطأ المحتمل اللي هو نسبة من السيجما او من الانحراف المعياري. كلهم بيعتمدوا على ان انا احسب حاجة اسمها فروق الاول. فروق اللي هي ايه؟ اللي هي كل رصدة من اللي انا رصدتها دي، الفرق ما بينها وما بين المتوسط اللي انا حسبته. الفرق ما بينها وما بين المتوسط اللي انا حسبته. الجدول ده كده انا كل زاوية من الزوايا التسعة اهيت حسبت الفرق ما بين القيمة بتاعة الزاوية الأولانية كانت 15، احنا نتكلم على الثواني اللي شغالين عليها، 15 ناقص المتوسط اللي هو 20 يديني سالب 5، بعدين 25 ناقص المتوسط اللي هو 20 يدينا 5، وعين 21 ناقص المتوسط